بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أنا مسرور جدا بوجودي في العراق بلد الثاني، وإن شاء الله كمباراة إن شاء الله بتنجح نجاح كبير. هاي المباراة هي بداية خير إن شاء الله في العراق. بالنسبة لزيارة النجم إدغار ديفيدز وبعده سلقادو وكريسبو، متفائلين جدا. عدد كبير من النجوم أبدوا استعدادهم للحضور للعراق. بذلنا جهود كبيرة حقيقة حتى نتمكن من جعل هذا الحلم حقيقة، وكان فضل بعض الله طبعا لمعالي الوزير عبد الحسين عبطان دعم المتواصل لنا، وإن شاء الله تقام مباراة بشكل يليق بسمعة ومكانة العراق إن شاء الله. إن شاء الله. أنت قلت أنا سألتك على مدى تفاؤلك بالنجاح واللاعبين، هل تم الاتفاق نهائيا مع المريض الأسماء؟ هل تم الاتفاق نهائيا مع قامة الـ 14 لاعب؟ نعم، احنا كشركة تواصل عندنا تربط علاقات قوية مع معظم اللاعبين. قبل بدأنا التفاوض معهم وأبدوا استعداد، فهذا الأمر شجعنا، وبعد اجتماعنا مع وزارة الشباب كمان وشركة عشتار زاد تفاؤلنا. طبعا احنا تقريبا قائمة جاهزة، سيتم جاهزة القائمة نعم، هيتم الإعلان عنها إن شاء الله على بداية الأسبوع.